لو رحنا بصينا لدول العالم كلها هنلاقي ان دايما بيكون فرص العمل متاحة مش من خلال الوظائف الحكومية، لا بتكون من خلال يعني المشروعات، سواء كانت المشروعات الصغيرة او المتوسطة او متناهية الصغر، وده اللي دايما الدولة بتدعمه في الفترة الحالية. وزارة التنمية المحلية اعلنت امبارح ان المشروع القومي للتنمية المحلية والبشرية مشروع عكا قدر ان هو يوفر 1,200,000 فرصة عمل للشباب، وده بعد ما تم تنفيذ عدد كبير جدا من المشروعات الصغيرة بمختلف محافظات الجمهورية. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن المشروعات اللي بيتم تنفيذها وازاي الشباب يقدروا اللي هم يستفيدوا من المشروعات دي من المهندس ياسر عبد الوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشرف على مشروعك. يعني صباح الخير الاول يا باشمهندس. صباح النور قلبي. صباح الخير. في البداية عاوزين نعرف من حضرتك ازاي الشباب يقدروا اللي هم يستفيدوا من مشروعك. هقول لحضرتك بس الاول يعني اقول دعواتي القلبية ودعوات المصريين جميعا ان ربنا يوفق منتخبنا النهارده ودائما يتقدم ويرفع كده شعار يعني اللعب الجيد ويشرفنا ان شاء الله. ان شاء الله نرفع علم مصر النهارده عالي ونفرح كلنا. ونفرح جميعا ان شاء الله ونكمل فرحتنا ونقول بقى ان وزارة التنمية المحلية من سنة 2015 بدأت مبادرة اسمها شغل مشروعك. مشروعك ده بالتعاون مع مجموعة من البنوك. نعم. بنساعد الشباب في ان احنا وزارة التنمية المحلية موفرة 260 مقر على مستوى الجمهورية لاستقبال الراغبين في الحصول على قروض وعمل مشروعات صغيرة او مشاريات صغيرة او متوسطة. نعم. بنساعدهم في تجهيز مستنداتهم طبقا لاحتياجات البنك. بنساعدهم في عمل المستندات الرسميه مثل السجل التجاري والبطاقه الضريبيه، ولو الموضوع يستدعي ومشروع مطابق للمواصفات بنساعده كمان في عمل رخصه مؤقته، وحضراتكم عارفين الرخص دي مشاكلها ايه. في نفس الوقت ان انا موفر 27 مكتب في 27 ديوان عام للمحافظات. ممكن قوي الشباب يتقدموا، اللي مش عارف المقر اللي يناسبه يروح ديوان عام المحافظه يسال على مشروعك، بيقابلوا ناس هناك بيشوفوا ان موجود في كل المحافظات يا فندم؟ في جميع محافظات الجمهوريه ال 27. يروح ديوان عام المحافظه. هل مشروط بشروط معينه علشان الشباب يقدروا يعني يشتركوا في مساله المشاريع دي او ياخدوا القروض دي؟ هل في شروط معينه لده؟ هل في قيم معينه للفلوس اللي يقدروا ياخدوها؟ بدء يا فندم هو الشباب وغير الشباب، انا ممكن امول من 21 سنه لغايه 55 و57 سنه. هو 55 شباب برضه يا فندم. طبعا يا فندم، طبعا كل الشباب الحمد لله، كويس بنسمع كلام من حضرتك والله. نمره 2، الشروط العاديه خالص اللي اي يعني يكون بيجيد القراءه والكتابه، يكون مخلص او عنده اعفاء من الخدمه التجنيد. دي الاساسيات. انما اكتر من كده مفيش حاجه معقده، هي موضوع سهل خالص وبسيط. وده دليل يعني الدليل على كده ان احنا لغايه النهارده عاملين 188,000 مشروع. نعم. في توجيه من قبل الوزاره لمشاريع معينه بعينها عن مشاريع تانية، يعني زي نصايح مثلا بتوجهوا الشباب يستثمروا الفلوس دي في ايه؟ لا مش عايز اقول الجمله دي لان الجمله دي ممكن تخوف الشباب، انما اقدر اقول لك ان طبعا الوزاره من سنة 2018 بتدعم طبعا المشروعات الصناعية أكثر من المشروعات الخدمية والتجارية مثلا. يعني بندعم المرأة بصفة خاصة، النهاردة بدعم حياة كريمة طبعا، وعندي أنشطة كتير في حياة كريمة. إنما ليس معنى ذلك إن أنا ما بقولش بقية الأنشطة. اللي عنده مشروع يقدر يجي ياخد التمويل ويعمل مشروعه وفكرته. بالظبط يا فندم. احب اوضح لحضرتك ان انا مثلا لغايه النهارده مولين 188,000 مشروع. عدد فرص العمل زي ما حضرتك قلتي 1,205,000 فرصه عمل مباشره غير المباشره، يعني غير المباشره ما حسبناهاش. نعم. انما 1,205,000 مشروع، حجم الاقراض اللي تم ضخه في السوق لغايه النهارده في 188,000 مشروع 22,300,000,000. طيب حضرتك بتتكلم على 188,000 مشروع على مستوى الجمهورية ككل، طبعا ده رقم
كبير، لكن يهمني أعرف هنا المشروعات دي زي إيه، وهل بيتم عمل دراسة جدوى ليهم من قبل الجهاز عند حضراتكم، ولا بيكون دراسة الجدوى اللي يعني بيتحملها الشاب اللي بيقدم المشروع بتاعه؟ لا يا فندم، البنوك بتعمل له دراسة جدوى استرشادية، البنك بيعمل له دراسة جدوى استرشادية للمشروع. نعم. أنا بمول كل أنواع الأنشطة، التجاري والخدمي والصناعي والزراعي والمهن الحرة كمان والحيوان والإنتاج الحيواني. إنما هو طبعا حضرتك تبقى حجم القرض، أنا ما زلت بمول متناهي الصغر والصغير ومتوسط. هو القرض بياخده من البنك ولا من حضراتكم؟ لا من البنك يا فندم. من البنك، والبنك هو اللي بيعمل له دراسة الجدوى الاسترشادية. الاسترشادية. تمام. نعم. طيب عاوزين نعرف يعني أهم النماذج اللي موجودة في 188,000 مشروع ده إيه؟ يعني ايه اكثر المشروعات اقبالا او طلبا من قبل الشباب؟ طبعا يعني حضرتك لازم اقول لك مثلا ان التجاري 64% من حجم المحفظه، و64% دي احنا نزلنا من 72% ل 64. ها لاننا طلعنا بالصناعي من 5% ل 10%. نعم. عايز اقول لحضرتك انا مش هقول لك اكتر يعني المستهدف قد ايه يا فندم ان احنا نطلع بالمشاريع الصناعيه، لان احنا بنتكلم انه دلوقتي احنا عايزين نستثمر اكتر في مساله صنع في مصر والصناعات المصريه ونستعيد ريادتنا في هذا المجال. ما اقدرش اقول ان انا عندي مستهدف يا فندم، انما هو انا هدفي ان انا ازود، لكن في محفزات ما لهذا المجال انه نشجع اكتر. انت حضرتك النهارده بتقولي لي جمله مهمه جدا، انا من خلال مشروعك داخل في مبادره جديده جدا اسمها شغلك في قريتك. شغلك في قريتك ده بالتعاون مع اتحاد الصناعات، الاختصار بتاعه احنا بنعمل مجمع صناعي في احد القرى، اتحاد الصناعات بيعمل مجمع صناعي في احد القرى، المجمع ده عباره عن نشاط متوسط او مشروع متوسط صناعي بيمتلكه احد رجال الاعمال الاعضاء في اتحاد الصناعات، وبننشئ حواليه مجموعه من الصناعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، ويرتبطوا ببعض من خلال علاقات صناعات مغذيه. دي احد الاليات اللي انا بشتغل فيها النهارده. وطبعا احد اهداف شغلك في قريتك تحويل الصناعات في القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي. مش هقدر اقول لحضرتك انا حاطط تارجت ليا كام في الميه، انما كل اللي بقوله لحضرتك اللي خلاني انقل في اخر 4 سنين اطلع من 5% صناعي ل 10% صناعي، ده معناه ان انا يعني زي ما بنقول كده الليمت اب تو ذا سكاي، يعني انا يا ريت اقدر احول 100% يبقى صناعي. طيب من خلال يا فندم يعني وجودكم او اشرافكم على هذا المشروع بشكل عام، هل حضرتك شايف ان وجهه النظر تغيرت لدى الشباب؟ كان زمان الشباب دايما بيبحث عن وظيفة حكومية، هل النهاردة تغيرت الفكرة دي بالفعل من خلال مشروعك أو شغلك في قريتك؟ اتغيرت وجهة النظر دي عند الشباب وبقى في إقبال أكتر على المشروعات سواء كانت الصغيرة أو المتوسطة أو حتى متناهية الصغر؟ أستاذ أحمد دعني أقول لحضرتك إن أنا بشتغل في المشروعات الصغيرة من سنة 95. نعم. من 95 لغايه النهارده وبصفه خاصه من 2018 للنهارده الكيرف اتقلب قلبه كبيره جدا. ايوه الرغبه في الحصول على في الوصول الى ان تكون رجل اعمال على الاقل النطره دي زادت بنسبه 40 ل 50% عن زمان لما كنا بنقول ان فاتك النيل اتمرك في ترامب. وحضرتك لازم في النقطه دي اقول ان برضك من خلال وزارة التنمية المحلية وخلال مشروعك احنا بنتعاون مع مجموعة من الجامعات في مصر بندي كده محاضرات لتغيير فكر الوظيفة لتصبح صاحب مشروع، ممكن تسميها ثقافة لفكر العمل الحر. نعم. بنختار انت سامعني حضرتك؟ سامعين حضرتك يا فندم. فبنختار مجموعة من من الكليات اللي هو الشباب اللي ممكن يؤهل لانه يكون عنده صاحب مشروع. نعم. زي كليه تجاره، كليه هندسه، كليات العمليه شويه، وبنختار طلبه الثالثه ورابعه وبنديهم محاضرات ايه اهميه المشروعات الصغيره، كيف تكون رجل اعمال، العناصر عشان احتياجات السوق، يعني علشان ما يبقاش الموضوع هو منعزل عن اللي بيحصل في السوق، والسوق محتاج ايه بالظبط، تشتغل في ايه، المجالات المتاحه. يعني في الحقيقه انا دور مهم جدا اللي قال عليه البشمهندس فكره الدور التوعوي،
لان لازم يكون في توعيه قبل ما بنقول في عندنا جهاز بيدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه. لا، فكره اللي احنا نروح للشباب في الجامعات دي يعني فكره عظيمه طبعا، ودور مهم ده حقيقي، ودور مهم جدا عشان اغير وجهه نظر الشباب. المهندس ياسر عبد الوهاب مستشار وزير التنميه المحليه والمشروع والمشرف على مشروعك، بنشكر حضرتك يا فندم.